السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. أيضا سؤال آخر سائل يقول: هل ينبغي شرب السوائل خلال شهر رمضان لمنع جفاف الحلق؟ البعض يعتقد بأن مرض الكورونا من اللي كيصيب الإنسان يستهدف الحلق، وإذا أصاب الحلق إذا كان الحلق جاف دغيا كيشد فيه، والطريقة ديال الوقاية هي شرب الماء الكثير. هذا ما يصيبه الأطباء، لابد من شرب الماء كثيرا لمنع جفاف الحلق. فالبعض يقول: واش ممكن احنا صايمين توقيا من الإصابة من فيروس كورونا نشربوا شي سائل من السوائل؟ طبعا هذا كله كلام غير صحيح، وحتى الفكرة بأن خاص شرب السوائل لمنع جفاف الحلق هو علميا غير صحيحة. بالعكس، كل الدراسات العلمية والطبية تبتات بأن الصيام هو اللي عنده فوائد صحية أكثر، لأنه يقوي المناعة الذاتية وكيمنع أي أوبئة تنفذ إلى الجسم. فهذا مجرد أنك تشرب الماء راه أفطرتي. طبعا اللي كان مريض فعلا ربي عز وجل راه فتح الباب منذ زمان وقال لنا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. أما الآن فلا شيء من ذلك، الإنسان يصوم صيام عادي جدا ولا خوف عليه. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.